انا قلت كل اللي عندي، وانت عاوز تصدق صدق، مش عاوز انت حر. طلع لي مسجله. هو انت ما بتسمعنيش؟ قلت لك مفيش حاجه. شايلهم فين؟ مش هتلاقي حاجه هنا. ما اكيد هنا لسه. انت بتعمل ايه؟ ما تهدى يا حامد. وما ينفعش اللي انت بتعمله ده. مش هينفع نكمل كلام هنا عشان خاطر نور. خانتني معاك، والبنت اللي انت خايف عليها دي تبقى بنتك، عشان كده بتربيها. يا حامد نور بنتك انت. وعرفت منين وبتربيها ليه؟ بربيها عشان محدش من اهلك ولا اهل امها كان عاوز ياخدها. وقلت لك 100 مره كنت عايز نعمل ايه، ارميها في الشارع ولا اروح ارميها في اي ملجأ عشان تبقى مبسوط. بني ادم واطي زيك ما بيعملش حاجه لوجه الله. انت مش بتربيها علشان هي صعبت عليك، انت بتربيها لانها بنتك فعلا. عندك حق، هي فعلا كانت صعبانه عليا في الاول، عشان كده ما رضيتش اسيبها في الشارع. واقول لك على حاجه، هي فعلا بنتي يا حامد. ايوه نور بنتي، عشان انا اللي ربيتها مش انت. البنت دي مكتوبه على اسمي، انا عايز اتاكد انها بنتي. تتاكد يعني ايه؟ هعمل لها تحليل نسب. تحليل نسب اللي انت عايز تعمله يا حامد. نور ما تستاهلش كده. انت عارف احنا كده هنعمل فيها ايه؟ احنا كده هنأذيها وهنضرها. طول ما اسمها نور حامد انا اللي اقول ايه اللي هيحصل. ماشي يا حامد، لو ده اللي هيريحك انا مستعد اعمل كده. سيبني نرتب الموضوع مع نور الاول. رتب اللي عايز ترتبه بسرعه، وانا هحجز وابلغك بالميعاد. اتفضل يا استاذ. بس انا مش عايزه اخد حقن، انا بخاف. ما تخافيش يا نور. بصي يا حبيبتي، هو زي التطعيم اللي انت بتاخديه في المدرسه، هياخدوا منك شويه دم صغيرين علشان يعرف فصيله دمك بس كده، ومش هتحسي باي حاجه. يعني ليه يعني؟ عشان انت كبرت يا نور، ولازم تبقي عارفه فصيله دمك ايه. يعني انت هتعمل معايا؟ لا انا عملت قبل كده زمان وعارف. طب ليه جدي وتريكا ما جوش معانا؟ عشان جدي وتريكا عملوه برضه قبل كده. انا بقول ايه بقى، انا من رايي انك تبطفيه وهقول له يومين يعدي. الراجل ده قال لي نور استنيني هنا ثواني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من فضلك في تحليل دي ان ايه باسم نور؟ متفقين انك تمشي قبل احنا ما نوصل؟ وغيرت رايي. غيرت رايك يعني ايه؟ وانا مش هامن لك تاني يا سمير. يا حامد كده نور ممكن تشك في حاجه. انا فاهمها ان احنا بنعمل تحاليل عاديه كده علشان نعرف فصيله دمها. مش مشكلتي، العينه هتتاخد قدامي. يلا يلا. ايه استنى بس، انت ما عندكش مخ؟ ولما يندهوا على اسمك قدامها اقول لها ايه؟ ساعتها بقى اخدها معاك وانت مروح، عشان مش هقدر اخدها معايا واشرح لها الكلام ده. يبقى
هيبقى اخرج بيها بره لحد ما يندهوا على اسمي. ولا اقول لك؟ قول لهم ما يندهوش على اسمي خالص. يندهوا على اسمك انت. ما انا مش همشي من هنا يا سمير غير لما العينات تتاخد. التلات عينات. اصل انت كمان هتعمل التحليل ده يا سمير. انك لحقتني قبل ما اعمل العمله السودا دي. انا مش عارفه انا ازاي كنت هموت نفسي واتحرم ان انا اشوفك مره كمان. ادى انت ليه بتعملي فيها كده؟ انا اللي بعمل؟ انا يا ماجد اللي بعمل؟ ايوه يعني على ايه كل ده؟ عشان ايه؟ علشانك يا ماجد. هو انت ما تستاهلش؟ ندى مفيش حد يستاهل ان انت تموتي نفسك علشانه. ماجد انا كل يوم بموت. بموت ببطء. انت البرفكت ماتش بتاعي. وبعدين يعني عايزني اعمل ايه لما اشوفك كل يوم مع واحده غيري؟ واحده غيرك ايه؟ انت بتتكلمي على مراتي. وطي صوتك هتفضح نفسك. وبعدين مراتك دي بالاسم بس، لكن هي عمرها ما هتكون بتحبك قدي. يا ندى بطلي بقى شغل العيال ده واكبري. هو الحب اسمه شغل عيال دلوقتي يا ماجد؟ وبعدين انت ما كنتش بترد عليا ليه الفترة اللي فاتت دي؟ وانا ضايقتك في حاجة؟ لا بس اللي حصل كله من الأول غلط في غلط. خلاص لو غلط تعالى نصلحه، احنا فيها. يا بنتي أنا راجل عندي 43 سنة ومتجوز وعندي طفلين طولك. ماشي يا ماجد، وانا ما يرضينيش يعني تسيب بيتك وولادك أو تطلق مراتك. احنا ممكن نتجوز من غير ما حد يعرف. أكيد أنت محتاج بارتنر في حياتك يعيشك أسعد أيام حياتك ويحسسك بقيمتك. مش هينفع يا ندى، مش هينفع. شيلي الحكاية دي من دماغك خالص. طب وأنت ليه يا ماجد كنت بتعلقني بيك من الأول؟ طب خلاص بلاش جواز، بس تفضل جنبي وما تسيبنيش. لما أكلمك تجيلي. ماجد انت بجد ممكن تبقى الحاجة الوحيدة ممكن تخليني عايزة اعيش في الحياة دي. ها؟ قلت ايه يا ميكو؟ هتفضل جنبي؟ بعدين ما تبقاش تتقال عليا تاني. الحقنة لسه بتوجعك؟ لا. بابا هو مين الراجل ده؟ ما قلتلك قبل كده يا نور، واحد صح. يعني مين يعني؟ اصل هو بقى بيجي كتير قوي وانا ما شفتوش قبل كده. انا وهو كنا اصحاب زمان، وبعدين هو سافر بره مصر قعد فتره طويله ولسه راجع. بس ده غريب قوي، على طول كده زعلان، كل شويه بيقعد يبص لي وهو ساكت ما بيتكلمش. معلش يا نور، ما هو بقاله كتير قوي ما شافش الناس يعني، فلسه مش واخد عليهم قوي. هو هيجي لنا تاني؟ اه يمكن. هو ما بقاش يعرف حد ومالوش غيرنا دلوقتي. صعب عليا، بس انا كنت بخاف منه قوي. مش عايزك تخافي من حد ابدا. يا سمير، انا مشيت شويه وراجع. ايه؟ لا انا مش في الفيلا، انا هناك. مفيش داعي الشوارع زحمه دلوقتي والمترو اسرع. يلا سلام يا سمير. لقطة مش حلوة انه بدي كمان يا عم. مش حلوة يا عم. لا لا اتقفص. شوف القطة حسابك كام؟ شوف سعادتك القطة حسابك كام بس؟ قول لي. اللي دخلوا 200 جنيه. لا كتير. ده في ب 50 جنيه. صلى على النبي، صلى على النبي، استناني بقى. ازيك يا عبلة؟
ان شاء الله تسلم وتعيش. الحمد لله. شكلك مشغوله. اصل انا جات لي البضاعه ومستنيه اما ادخلها كلها واحاسب الرجاله بنفسي. تحب تقعد هنا ولا تستناني فوق في الشقه؟ لا هستناك هنا. طيب اتفضل اقعد. اقعد هنا. مش هعود. لا لا يا عم سعيد. اتفضلي. خد يلا دول 150 جنيه. طب 50 من النوبه الثانيه و... لا 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 سيبنا من النوبه الثانيه وسيبنا كمان طب. من المره دي. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه المره الجايه. هتجيب لي بصل؟ البصل ده مش عاجبني. سيب يا ست. لا البصل مستر. ده مش هتجيب لي. كنا عايزين 60 جنيه عشان نجيب عيش ونبض. ايه؟ 60 جنيه عايزين نجيب عيش. لا 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 استنى استنى هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ من الدرج من الدرج هنا. ماشي اوكي. جنيه. عيديهم في الدفتر يا ست الكل والنبي. معلش ما تاخذوش ما يعرفش. لا ما فيش مشكلة بس أنا ما فهمتش. أنا هعوض. بقول لك إيه؟ خد المفتاح واطلع استنيني فوق. لا لا خلاص أنا هستناك هستناك مش مشكلة. هتستنى هنا؟ ولا تقعد على القهوة عبال ما أخلص؟ اسحب. اسحب إيه؟ خش على السوق. مش هتلاقي. فعلا مفيش. كان فيه وخلص. قفلتها انت كده كالعادة يا جمال. اولك تشرب شيشة؟ الشيشة القص هنا حلو قوي. مش شغال يا كاريكا. قضب لنا شيشة قص وغير لها المية. يا فتحي تعال يا ابني ارفع الكوبايات دي وجهزنا اتنين بربري. تشرب بربري ولا منه فيه؟ لا البربري هيبقى تقيل عليه قوي يا جمال. اطلب له منه فيه احسن. زود معاك واحد منه فيه وصايا. هو ايه المنه فيه ده؟ المنه فيه ده حليب صافي بنحط عليه الشاي ويتغلي علشان كده بنسميه منه فيه. اه تعال يا لا لا انا ناسيه انا مش فاكر. شوقي هيفكرك. شوقي ده جن الدوم. انا هنا. تعال تعال ماشي يلا نجرب. لا تستحملني يا عم شوقي. واحده واحده. اسحب سبعه بقى. غسلت الشيشة كويس يا كاريكا؟ كم معلقة سكر؟ معلقة واحدة بعد اذنك. العب. ماشي. أنا ما أعرفش أحسب بس وأعد ال لا أنا هساعدك. طيب معايا. تسلم إيدك يا عم. تسلم. العب. بس احنا نجرب اللي منه فيه بقى. حلو. شاي بلبن عادي يعني. ايوه الف انا وشيف. مالك؟ سلامتك. شكلك تعبانة. شغل كتير النهارده مش كده؟ هو دايما كده بالنهار؟ هو تملي كده. بس يعني ما تشغلش بالك بيا انا فيهاش حاجة. طب ما بتاكليش ليه؟ على قد طاقتي بقى. كل انت بقى الفهنة وشيف عبال يعني معلق على الشاي. الهنا ده مش هيجي غير لما تكوني موجودة. اقعدي معايا. طب زود. الفهنة. تسلم ايدك. ان شاء الله تسلم. بس كده كفاية. عبد انا مش هقدر ابات بعد كده هنا. هو حصل حاجة؟ لا لا ما تقلقيش شوية لخبطة بس. الله يعينك. أنا عارفة إن مشغولياتك كتير. طب هستناك كل قد إيه؟ مش عارف. بس طبعا هاجي. هاجي كتير. في نص اليوم. زي النهاردة كده. لك يعني كنت مالي عليا دنيتي يعني بديت اتعود يعني نصحى من النوم الاقيك جنبي انا هفضل جنبك بس هي مساله البيات اللي صعبه شويه هو
هو في حاجة جدد في البيت التاني؟ ما تأخذنيش لمؤاخذة، أنا ما قصدتش. لو ليا معزة عندك ما تزعلش مني. مش سهلة. أصل أنا مقدرة كل مشاغلك، بس ازاي عليك النبي حبيبك ما تغيب عني كتير، يعني على قد ما تقدر. أصلك بتوحشني. أنا ما أقدرش أتأخر عليكي. وصدقيني كل ما هلاقي نفسي فاضي هاجي فورا من غير تفكير. انت كمان بتوحشيني. يلا كلي. ماشي. ايوه كده افتحي نفسي. اتفتحت نفسي. الفترة الجاية هيكون عندي شغل كتير في المجموعة، يعني يومين ثلاثة في الأسبوع هضطر أتأخر ساعتين زيادة في الشغل. بجد؟ ضغط شغل مش وقته خالص. يمكن الفترة اللي قضيتها في الأوتيل خليتهم يتعودوا إني موجود في الشغل كل يوم. شوية شوية وهيرجع الوضع طبيعي. بجد أم كلثوم؟ بجد؟ اه طبعا. انت بتحبها؟ مين ما بيحبش أم كلثوم؟ كذاب. لا بحبها جدا طبعا. انت ما قلتش ليه؟ اهو. بجد؟ انت حافظها؟ مش بتحبك قوي، بس انتي بس بطلي تفعنك منها. تعالي يا لوكا. رزلة نامت.
مشيت اصلا. هي تقى معاكي ومعاكي. مش عارفه مالك. هاي معلش دقيقه واحده. سمير سمير استنى. ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا تقى؟ الحمد لله. عامله ايه في الشغل؟ مبسوطه الحمد لله. بقالك كام يوم بتيجي توصل لمستر اكرم وتمشي على طول، ما بلحقش اشوفك. خير؟ في حاجه؟ كنت عايزه اتكلم معاك. ليه؟ قصدي يعني هو فايت كلمك او حاجه؟ لا خالص. وبعدين الموضوع ده المفروض انه خلص صح؟ طيب امال عايزه تتكلمي معايا في ايه؟ سمير ينفع نتقابل؟ لو مش هيضايقك يعني، عشان مش هينفع نتكلم هنا. معلش يا تقى مش هينفع. انا مشغول شويه اليومين دول وما افتكرش لما نتقابل هنلاقي حاجه نقولها. انا عارفه انك متغير عشان زعلان مني، بس انا في حاجه. لا انا مش زعلان منك ولا حاجه، بالعكس انا مبسوط ان انت بدات تشتغلي وحياتك بقت احسن. أنا ستقى يا ريت ما تستنيش إن احنا نتقابل تاني، علشان خلاص الموضوع اللي احنا كنا بنتقابل علشانه خلص. والحمد لله إن هو خلص على خير. وربنا يوفقك في اللي جاي. بعد إذنك. مش عارف جبت القسوة دي منين. ببقى عاوز اقول كلمة وبيطلع مني عكسها. بعمل كل حاجة الا الحاجة اللي انا فعلا عايز اعملها. طول عمري متعود اني ما احبش اللي في ايدي وبتفرج من بعيد. بس دي اول مرة ابقى عايز. نفسي اشوفها كل يوم يا عم يونس. هو ايه اللي منعك؟ مش هقدر. ابوي لما كان يشبع من الوكل كان يخبط على الصحن ويقول جنعت. انت مش شبعانش يا سمير، هتكابر. محدش بيكابر عشان يبقى لوحده. ده حتى الصاحب اللي البصة في وشه كانت راحة زمان ما بقاش. بقى ماشي على مزاجه هو كمان. وانت ماشي على مزاج مين؟ ما يمشيش يا سمر. كل واحد مزاجه مريح. بيعمل وصي على الناس ما يعرفش يبقى من ميهم. انت بتتكلم زيه يا عم يونس. لا انا بس مش بتكلم زيه. أنا كنت فاكر لما أجي هنا هرتاح. جاي تسمع الكلام اللي على هواك؟ الهوا صحيح بيريح صاحبه، لكن هتمشي في الدنيا دي لوحديك. الود مش سهل وما يخلاش من الأسية. حقك علي. أنا آسف، أنا محقوق لك. حبيبتي أنا مش زعلان، أنا اللي غلطان، أنا اللي خضيتك. بس انت جيت كده على سهوة يعني فتشعفت كده وتلخفنت. هو مندي بس توك كده لما ادوس عليه بالمكوى هيبقى زي الفل. ما هو لازم يبقى زي الفل. اصل اللي عملتيه فيه ما يتعملش. لا لا ده كده هيتحرق. ساعتها بقى هتضطر تاخد واحد من اللي هنا غصب. لا لا ما ينفعش، لازم انزل بيه. خلاص اهو انا مؤدب. ايه؟ عايزة حاجة؟ كان نفسي في نفسك في ايه؟ قولي يا بلبل.
نفسي اخرج معاك برا الاربع حيطان دول ان شاء الله مره واحده. لا لا ولو مش هينفع خلاص بلاش، اصل انا مقدره ظروفك يعني الله يعينك. افتح يا عبلة! مين اللي بيعمل كده؟ هو ده، هو ده اللي كنت ماشية معاه ومش عايزة ترجع لي عشانه. ده شبه البيسيريال ده يا ابن امها، بقى تسيب المعلم ضاحي الهيبة عشان الفانيلا ده. اطلع يا فانيلا. استنى بس، استنى بس عليك يا محمد، تعالى خليك هنا، خليك هنا ومتتحركش، انا هعرف امشيه ازاي. وانا بقول بتتلوح ليه؟ ومش عاوزه ترجع لي ليه؟ اترنها شايفه لها شوفه. لا استنى استنى بس، ده انا شايفه بالعافيه. ماشي يا فانيلا، يا تربيه اللبن الصناعي ما تخطو خير. هو انتوا حاسبين ده راجل في ايه؟ في ايه يا ضاحي؟ هو انت مش متجوزها راجل برضه ولا يا عم كمان؟ وانت ما بتكبرش لحد ابدا؟ راجل غصب عن حباب عينيك، غور من هنا يا ضاحي وما اشوفش وشك تاني. انت زودتها قوي يا ضاحي، مفيش راجل محترم يعمل اللي انت بتعمله ده. انا في حكم راجل تاني، والنبي ومن نبى النبي نبي لو مديت ايدك عليا اكسرهالك. ماشي يا عبله. الست عبله، ما اشوفش وشك هنا تاني. ماشي يا ست عبله، انا هوريك عامل فيه اللي انت فرحانه بيه ده. امشي من هنا السعاده يا ضاحي، بدل ما تجيب لنفسك الاذيه. اذيه يا عم كمان، وحياتي اللي بحسبه لها في اللي عندكم جوه ده. وراجل لراجل ينزل لي تحت وهيزعل وهيجيب ناس تزعل يا عم كمان. سري عليك النبي، حبيبك ما تزعل من الكلمتين اللي قالهم، هو كده لما بيبقى مقهور بيبقى مش في وعيه. الاشكال دي لازم تتأدب. هو بس كان محروق منك فبيهفلط في الكلام، بس خلاص هو عارف ان انا على ذمة راجل وهيغور. ماشي خلاص، انا لازم انزل عشان اتاخرت. لا استنى انا لسه ما خلصتش. مش بقى مش بقى. طب استنى بس اما اشوف هو مشي ولا لسه. جرى ايه يا عبله؟ ما تاخذنيش يا اخويا، يعني زي ما انت شفت كده هو مخه مطيور ومش فيه. صلى على النبي واستهدى بالله كده، وانا هعمل لك ليمونات تهدي بيها اعصابك. ماشي، اشرب الليمون بعد كده هنزل. ايه ده؟ ايه الكوبايات دي؟ النبي هتقنى ليه الكوبايات اللي عندك؟ فكك يا مي، دي كويسه. لا الكوبايات دي طلعت في خطوبتي ولازم تطلع في قرايه فتحتك. يلا بقى بسرعه كده. انا ان شاء الله يا عم باذن الله اول ما ارجع من السفر على طول هبتدي في توضيب الشقه باذن الله، وتوقع طبعا هي اللي هتختار كل حاجه بمزاجها. مبروك يا توته، ولا شكله طيب وبيحبك.